كيف تصنع تيشيرت ملونة؟ نحتاج إلى تيشيرت قديم، مطاط، ألوان إكريليك، فرشاة، كحول طبي، كاسات بلاستيك، ملاعق بلاستيك. نقوم بإمساك التيشيرت من المنتصف ولفها. نقوم بربطها باستخدام المطاط الصغير. في كاسات مختلفة نقوم بخلط ألوان الإكريليك مع الكحول حتى يصبح خليط سائل. باستخدام الريشة ضع الألوان المرادة على كل جزء من التيشيرت. اتركها حتى تنشف، ومن ثم قم بغسلها بالماء أو بالغسالة حسب المراد. هل تعلم أن النجم البرازيلي رونالدينو هو اللاعب الوحيد الذي يتوج بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس الليبرتادوريس والكرة الذهبية؟